هلا والله شباب، يعطيكم العافية. معكم خالد من جيمر سناك، رجعت لكم اليوم في مقطع جديد مع لعبة مان إيتر، وهي لعبة سمك القرش. راح نكون احنا في دور سمك القرش ونشوف شنو عندنا من مهمات ومادي قتل وهالأمور. فأتمنى هذا المقطع يعجبكم، تستمتعون في التجربة وتشوفون إذا اللعبة تناسبكم أو ما تناسبكم، بتتوفر في الأيام القادمة على البي سي والإكس بوكس والبلاي ستيشن. فننطلق الحين مع مان إيتر. لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وادعموا المقطع، ويعطيكم ألف عافية. مثل ما تشوفون شاشة اللودينج، عندنا هالحبيب القرش اللي هو بطل اللعبة، وورا هناك تشوفون هليكوبتر ومظل نازل من فوق بالفراشوت، وعندنا الحبيب هذا اللي صايدينه. اوكي، بدأت اللعبة. ذا جلف، الخليج. هذا شكله عدو اسماك القرش، يعني عدوي. What I do, I consider a sacred honor. Kill them all if I could. طبعا هذا الشخصية شكله الفيلن تبع الأسماك القرش، تشوفون على صدره حاط أسماك أو أسنان أسماك القرش، وتشوفون شلون معصب وناوي على الأسماك. طبعا ناوي علي أنا واحد منهم، فنشوف الحين. اوكي شباب، نبدا الحين مع التجربه. مثل ما انتم شايفين، هذا هو سمك القرش بطلنا في اللعبه، اللي فعلا مرعب. تشوفون عيونه، يا ساتر. طيب عندنا بس حركة الموفمنت، وعندنا العض هني. شلون عض؟ لحظة، مكتوب press and hold RT. لحظة، في إصابة هني، شوفون العمود اللي داخل فيه. اوكي، عندنا هني العض، هذه طريقة العض. طيب شنو بيسوي؟ ايكو، يعطيك صدى او صوت. اتوقع هذه ability لانها خلصت. طيب اوكي، قربنا الحين من بعض المخلوقات. مثل ما انتم شايفين لازم نجرب عليهم تجربة العض، فنعض اول واحدة هذه. ايوه هديتها. المفروض اسوي هولد، بعدين شلون اكلها؟ دبل كليك. اوكي، اللي بعده هامور. هني سلحفاه ناكلها حبيبي، ما يقول لا، ياكل كل شيء. اوف، وحسب كل واحد يحتاج اكثر من عضه. الحين عندنا هذه، شو تسوي؟ ضربه. هذه نضرب الاسماك، نشوف. بعد واحدة خلصنا التتاريخ. طيب ثلاثة. اوكي، نتقدم الحين. عندنا كم متر؟ 20 متر. نوصل للموقع المطلوب. وصلنا الحين للهدف هذا، نضربه يعني ولا نعض؟ كيفك، عض او اضرب يفتح معك. اوكي، طلعنا الحين من المجاري اللي تحت كنا فيها، وعرفنا شلون نعض الحين، وعرفنا شلون نضرب، ونشوف شنو عندنا. طبعا هذا المحيط، عندنا هني سفينة غارقة. وين هدفنا؟ يقول لك بس اطلع على السطح. اوف اوف اوف، هذا الفقمة ناكله؟ جرب. اوف، ما يرحم، بلع على طول. طيب هروح للسيرفس على قولتهم، السطح، ونشوف. ايوه نعم، هذا وضع الشارك اللي نعرفه، من تشوف هذه انحش على طول. طيب عندنا الحين اي تو جمب. ايوه اوكي، عندنا السرعة القصوى الحين. شوف انا ماسك خط رايح اسرع شيء. While it is well known that sharks feed on mollusks, لحظة، عندنا هني هيومن. هيومن وهناك كان نوع ثاني من الأسماك، رايح لواحد ثاني. تعال حبيبي، شوف شوف شوف، ارفع نفسك ولا تقطع. يا سلام، راح فيها. هذا بينحاش تحت. تعال اسحب جمب، اقدر اسوي حركه فيها بعد. شوف ضربت. شوف هذا شكله مليان لحم. تعال تعال، لا مو انت، هذا ايوه، او هذه ما ادري. تعال اسحب، ومسكته من رجله. يلا اكل بعد، اضرب. اوف اوف اوف، ليش طيرتها بعيد؟ هذه مسكينة، لازم نعيشها شوية رعب، نفتر عليها شوي، بعدين ناخذها. خلاص انتهت حياتها. اوكي، عندنا هني بعد اسماك على الطاير. هذا عندنا الميناء، اتوقع راح يكون في بعض المهام ان نهاجم الصياد هذا. مثل ما انتم شايفين نحاول نمسك الصياد. تعال
اوف ايش الحظ اللي عليها. تعال حبيبي وينه؟ راح. صدق لازم اهد زر البايت عشان مكان سري هذا. شو تبي اساعدها يعني؟ اتوقع ما عندي القدره الكافيه اني افتح الباب هذا حاليا. اوكي عندي مهمه اسمها رعب الميناء تقريبا. عندنا 10 هاجم عليهم بالليل فناخذ واحد. ودي اخذهم على الخفيف بدون ما حد يحس. هذا واحد راح. ستوف اوكي ناكلك. اوكي هذا انحسب عندنا واحد. تدرون شلون بسوي شيء ثاني طريقه اكشن؟ بنهجم على المخيم نفسه. هجوم. اوكي تعال. هذا واحد حلو. الثاني وينك الثاني؟ ولا او ماي جاد يقولون تعال انت. للحين 4 اتوقع انها اكسجين اكسجين خلص. لازم ارجع الماي. حلو تنفس. بعد في احد؟ هذا واحد تعال راح. لحظة الهجمة الثانية بتكون على اللي ترقصون هذول. مسوي لهم حفلة فنروح ننطلق الى هذي. اوف ست واحد ثاني. لا ابي هذيك انا. سلو موشن. تسعة عشرة حلو. باقي لنا بس واحد فننطلق. واحد. وهذا اخر واحد وصلناه. بس خلصنا. طلع الحين عندي مهمة ان ادمر الصيادين قوارب الصيادين. تعال هذا الاول. اوتش والله عنيفين عارفين لي. يلا اعطيهم واحدة. هاك ودي امسك واحد منهم. تعال اي 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 صدنا واحد. تعال. لا تشوفون علي التارجت يستخدمون علي اسلحة. تعال نمسك ثاني. حلو حلو حلو. حلو خلصنا اول قارب. واحد من ثلاثة باقي لنا هذا واحد. اكتشفت ان الطريقة الافضل اني اعطيها قفزة واصير لي واحد منهم. لحظة وينكم؟ ايوه صيد واحد واحد. تعال ناكلك. حلو اللي بعده. هذا 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 اللي معاه سلاح. تعال حلو. القارب هذا بس في واحد فوق. اعطيك القفزة. تعال 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 بس ندمجه شوي. عصب البوس. بواجه الحين؟ اوف اعطاني واحدة صادني. كابتشر. لا يا حبيبي صادوني. شوف 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 شوف. Catch of the day. صيد اليوم يقول. خلاني صيد اليوم. This my daddy's iron, alright. But this ain't D Shark. Not the one I was looking for. How do you know? How I know? Not big enough. This look like a mega to you. لا لا لا. ذبحني. Shit. Oh, look here. والله زين مسوي قصة في اللعبة. شكل هذا انا. من بيتك. اي 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 عض. كفو كفو. اتوقع هذا بطلنا اللي قبل شوي. اخذت ايده مثل ما جرحني. اذا شكله يتكلم الكاميرا. اوكي اوكي الحين بدت اللعبه مثل ما انتم شايفين. طبعا القصه انه كان في قرش وصاد الحبيب هذا وذبحها اللي هي الام والولد اللي هو راح يكون اتوقع شخصيتنا البطل. بنشوف حاليا. اوكي مان ايتر بدت.
هذه ايد الصياد وهذا انا بيبي شارك. شوف شلون ردوني، صار عندي القرش الكيوت هذا صغير حجم عيونه، حتى عيونه كيوت شوف. طيب هذه يد الصياد اللعين اللي ذبح الام. اوكي نشوف وين قطيت انا. It forsakes its natural prey in a deadly single-minded search for the most dangerous game. هذه سمكة كاتفش. تعال يا الكاتفش أكبر مني. أكل. لازم نغذي هذا الصغير عشان يكبر وينتقم لأمه. أوكي هذا قرشنا الصغير، أتوقع هني قائمة تطويرات عندي. شوف شنو ممكن نسوي هني. أشتري الخاصية هذه. اوكي عندنا مهمة حاليا ان ناكل 10 من الكاتفش، بس هذا التمساح شكله هو اللي بياكلنا. هنوخر عنه شوي. اوف 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 انحش ويصيدني. احلى مت. واو اوكي طلعت لي هناك مهمة 100 متر تقريبا. نشوف نقدر نعطيها السونار ونعرف شنو سالفتها من الحين. اوكي يقولك اكل destroy the target. اي target؟ لحظة في اسماك مفترسة هني. مؤخر عندنا هالشي هذا نسوي له destroy. اوكي فيفر اكل 10 منهم الكاتفش. تعال اكل 10 من الكاتفش. هذا واحدة. اوف 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 ايش اللي وراي هذا؟ لا 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 تمساح تمساح. لا لحظة اقدر افلت منه ولا لا؟ لاحقني وين راح؟ اوف اوف وراي. لا شو اسوي؟ شافتك منه هذا. اوف 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 اي والله كل كاتفش فكنا من شرك. اوكي عندنا هذه المهمة نسوي لها تراك. وين ظهرت؟ هناك 100 متر تقريبا. لاحظت شغله ان كل ما اكل او كل ما اخلص مهمه يكبر القرش شوي، فاتوقع ان هني مكان بس ان نحاول نوصل شوي لين يكبر. ناخذ هذا. اوه هذه المهمه. اوكي destroy one. هذه تعال 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 هذا هذا تعال تعال تعال. اوكي عندنا بوس فايت. اوتش تعال. اح اح اي اي بيموت. حلو 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 هذا ولده الصغير. تعال يلا اخر ضربة. حلو اوكي خلصنا الزعيم الصغير هذا. اوكي احنا حاليا عندنا هذه المهام كل القصة خلصناهم وعندنا هالمهمتين. هذه مثلا ولا نقدر نسويهم في الخريطة يعني. شوف اقرب شيء مثلا الصندوق هذا نعطيه تراك. اتوقع حاليا بامكاننا نفتح الشبك هذا نجرب. حلو 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 طلعنا من هالبحيرة والمستنقع الغثيث اللي كله تماسيح. راح ارجع لهم بعدين لما لفل. شوف تعال انت الطاير. اوكي بس نشوف الموقع اللي احنا فيه حاليا. نطلع السطح شوي. اوكي في بحر لكن البحر ملوث شوي. طيب هذا شنو عمود سايد ميشن. اوكي كولكتبل. شوف هذا وانا ماشي يعني ما له علاقه بالمهمه. اتوقع هذه اماكن حلوه اذا بتفلت من وحش يعني وراي ولا شيء اكبر مني فممكن ادخله في المتاهات هذه. طيب احنا حاليا وين؟ ماني قادر اطوف. اكيد في ممر سري. لحظة شنو هذا اللي وراي؟ لحظة لحظة. تعال 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 يا حبيبي. تعرف فين انت؟ تعال تعال. قطع ايوه. اخر عضتين. حلو صار قطع لحم لازم الحين ناكلهم واحدة واحدة. تعال. نجرب قفزة. لا اوكي هني هني صح صح. لحظة نرجع ورا وناخذ معانا
نورس على الطاير. شوف تعال. لا نحاشو. اوكي حلو، تعدينا المكان الحاجز. نكمل نعطيه بس سونار. شوف شنو في يمين يسار. عندنا هني كولكتبل. الكولكتبل هذا يدلك على شنو؟ على الفتحة هذه. وصلنا المكان بيت ثاني اتوقع. هني نلفل شوي بعد الشارك. كيف كيف ثاني هذا؟ طيب اوكي خلصنا الاريا هذا تقريبا اغلب المهام اللي فيه، بس التماسيح ما قدرت عليهم فانتقلت للنكست اريا. طلع لي هني كم مهمة، هني علامة استفهام وهني بعد مهمتين، وهكذا يكبر القرش وكل ما كبر يعني تزيد المهام اللي فيه وتقدر تقاتل مثلا التماسيح وغيره. فتقريبا هذا يشوف ان نكتفي في هالمقطع الحين كتجربة اولية للعبة مان ايتر. ابي تعطوني رايكم. هذا شكل قرش طلعته برا، لكن لازم ارجع بسرعة الماي قبل الله يختنق. اوكي فكانت هذه تجربة مان ايتر، ابي رايكم بشكل عام. هي لعبة ما شفتوا انها عالم مفتوح وار بي جي ويعني اكشن، فاعطوني رايكم فيها بشكل عام ويعطيكم الف عافية. اتمنى عجبكم المقطع واستمتعتوا فيه. ان شاء الله اشوفكم في مقاطع ثانية. كان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامة.